يسأل الأخ أن الله عز وجل قال في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ من هم أصحاب الرقيم؟ أيها الأخ، أصحاب الرقيم نفس أهل الكهف. لما ظهر أهل الكهف بعد 309 سنين، لما ظهروا بناهم أمس ناموا، لكن شافوا شعورهم طويلة، أظافرهم طويلة، قالوا لابد أكثر نايمين وجوعانين، فبعثوا أحدهم بورقهم، الورق العملة الفضية أو الذهبية يسمى ورق، بعثوه فلينظر أيها أزكى طعاما. هؤلاء يبيعون ميتة، يعرفون جماعتهم الروم ما يتقيدون، يبيعون ميتة، يبيعون نجس، يقول لا ينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، اشتري لكم طعام من أزكى. هذا راح للسوق يتكلم، شوف لهجتهم تختلف، هو يتكلم رومي، هؤلاء يتكلمون رومي لكن اللغة متطورة، طلع العملة اللي يشتري، هذا منين لاقيها؟ هذا كنز، هاي عملة قديمة. فهو عرف أنه هذا كان، قال لهم من تعرف أنت؟ قال الوزير فلان، الحاكم فلان، دقيانوس. قال هذولي ماتوا من زمان، فأخذوه للحاكم، للوالي، أخذوه للوالي، وأخذوه للوالي، قالوا هكذا. سأل، شاف هذا هم هؤلاء اللي هربوا من حاكم وآمنوا بالله عز وجل، قال اطلعوا، قال يدلينا على جماعته. فخرج الملك مع قواتهم وصعدوا الجبل حتى وصلوا إلى الكهف، وجدوا ذولاك أحياء. سلم عليهم الملك وسلموا عليه، سألهم أجابوا، سألوهم أجابوا، ثم وهم موجودين هناك الله عز وجل قال لهم حطوا رأسكم، مددوا رأسهم، جاءهم النعاس، النوم، ناموا وعيدوا إلى النوم، إلى الموت. ذولي تحيروا، ذولي ماتوا، ماذا نصنع؟ اختلفوا. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نبني هنا مسجدا. فبنوا مسجد قرب الكهف في الجبل، وسدوا عليهم باب الكهف، وكتبوا قصتهم على لوح نحاسي يسمى الرقيم. فالآن اللي يقولون وجدنا أهل الكهف، وجدنا كهف، وما وعمين الرقيم؟ الرقيم لوح مكتوب عليه بالرومية الرومانية، ومكتوب فيه أسماءهم وقصتهم. وين وجدتموه؟ بالأردن قالوا عندنا، بالشام يقولون عندنا، مكان ثاني يقولون عندنا. الذي أرجحه أنه في جبال تركيا قريب من أزمير. المهم أنطاكيا بلد كبيرة، يعني جبال أنطاكيا، جبال في المنطقة الجبلية هناك. فهذا الرقيم، هؤلاء أهل الكهف، إذا يروح أحد يصلي، كان يصلي بالمسجد وتدعو عندهم، توسل بهم، وهذا الوهابية يتحيرون، يقولون لا يجوز بناء مسجد على القبر ولا يجوز التوسل. يحييهم الله عز وجل، الإمام المهدي يبعث لهم أحد أصحابه فيحييهم الله ويخرجون.
ويأتون ويكونون من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه، ويحتج بهم على الروم وكلموهم بالروم القديم، يجيبون مترجمين إلى آخره. طيب،